حضرتك بتبيع الحمام الغية والحمام اللي هو الأكل بلدي والغية والأكل. أنا مصنف في الثلاثة دول، يعني ببيع بلدي وببيع سمك وببيع استراليات وببيع شلبات. أنواع اللي هي دي الأسامي اللي قلتها دي أنواع الحاجات الغية مش كده؟ أيوة، دي الشلبات والسمك قدام الغية. طيب هو ممكن الحمام البلدي يتحط في غية؟ عادي. طب الحمام بتاع الغية ممكن يتاكل؟ ها؟ حمام الغية ممكن يتاكل؟ ايوه يتاكل. الشقلباز والسبع. ممكن يتاكل بس ده كان غالي شوية، بلدي سعر حنين. طيب انا عليه السحب اكتر، البلدي ولا الحاجات بتاعت الغية ناس بتيجي تشتري؟ بالنسبة للبلدي حلو يتحضر، لو جبت البيض بتاع الغية حطيته تحت البلدي، البلدي اكال يوفر الغية، يوفر هو الحمام الغية ده يخليه يبقى كويس. احلى حاجة في البلد، احلى حاجة البلدي. عمار الحمام طيب العمر يفضل يخلف لحاجة 7 سنين. ايوه يفضل يخلف، يقعد 6 اشهر وازغلوا له لغايه ما يبيض، 6 اشهر ل5 اشهر، بعد 6 اشهر يبيض، يقعد 7 ل8 سنين يقلب. احكي عن الفاز بتاعت الغياد الحمام. دي خشب عادي مغطلق، دي بيشتروه العند الباب ب 15 جنيه. الباب ب 15 جنيه يعني الاوضه يعني؟ اللي هي الست بيبان. تمام. الباب ب 15 جنيه. بتتباع بعدد معين من الابواب ولا ممكن اشتري باب واحد او بابين؟ لا زي ما انت عاوز، في بابين، في 3 في 9 في 10 في باب قطع 20 باب. 20 باب. تمام. في 10 بيبان. بيبقى مساحته قد ايه؟ 50 متر في ارتفاع 30 الباب. ده للحمام بس؟ ده للحمام بس. في مثلا يقول لك الباب ده للحمام الفلاني والباب ده للحمام الفلاني؟ بتعمل عموله، الباب بتعمل عمومه، عايز الباب بس 60 ب 60 بنعمله 60 ب 60 يعني وسعه له قوي. ماشي. باب 60 ب 60 او 70 ب 70 زي ما هو عاوز بيحب، بنعمله له عموله.